تواصل وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة استعداداتها لتأمين فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم والمقرر انطلاقها الجمعة المقبلة، تستمر حتى 19 من يونيو المقبل، حيث تقام مباريات البطولة في 4 محافظات هي القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، والسويس. اعتمدت خطة وزارة الداخلية على ما يقرب من 120 ألف ضابط من بين ضباط أمن وطني وعمليات خاصة وأمن مركزي وتدخل سريع، كما اعتمدت على 6 محاور لم يكشف عنها كاملة لسريتها، ولكنها تهدف إلى تأمين الفرق الإفريقية المشاركة والبعثات المصاحبة سواء في أماكن إقامتها بالفنادق وأماكن التدريبات وحتى الملاعب. وأصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق تعليماته بالقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيط أماكن إقامة المنتخبات وملاعب التدريب التي تستضيف المباريات، وتعيين الخدمات المرورية التي تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب بسهولة ويسر. كما أمر الوزير بتكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام، بالإضافة إلى الارتكازات وخدمات الأمن بمحيط المنشآت الهامة والحيوية خاصة الأثرية في ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف. ووجه الوزير بتعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة لبعثات المنتخبات المشاركة بالبطولة وعددها 24 منتخب. بقاكم التاني بطولة موفقة راحتكم هدفها. وللمزيد من النقاش حول استعدادات وزارة الداخلية المكثفة لتأمين بطولة الأمم الإفريقية ينضم إلينا هاتفيا اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا وسهلا يا فندم. إذن خطة كبيرة جدا من وزارة الداخلية، ما يقرب من 120 ألف ضابط لتأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية، كيف ترى هذه الاستعدادات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نعرف تماما أن هناك أهداف لبعض الفكر المناهض والمناوئ والذي يهدف إلى عرقلة مسيرة الدولة وإجهاض محاولات التنمية من خلال عمل عنيف في ظل وجود كاميرات فضائية منتشرة في السماوات، خصوصا ونحن مقبلين على مناسبة خاصة وهي مناسبة البطولة الأفريقية لكرة القدم. نعم. وهذه إحدى المناسبات التي يتم درجها في أي تخطيط أمني يقابله أي طبعا تخطيط غير أمني، ولكن التخطيط الأمني يتخذ مثل هذه المناسبات موقف انطلاق تتم فيه دراسة كل الأهداف المحتمل التعرض إليها، وأيضا دراسة الأساليب الاعتداء التي يمكن أن يفاجئ بها العناصر الشريرة، وأيضا يتم وضع كل التدابير الاحترازية التي بها يتم شكل من أشكال إحباط الأنشطة الضارة أو
أو عدم تمكين العناصر التي نطلق عليها عناصر إجرامية من تنفيذ أي مهامها. ولذلك هنجد أنه كافة التدابير الاحترازية يتم اتخاذها قبل الموقف، قبل الحدث بشكل واضح جدا. وأيضا هذا يتطلب نوع معين من التعاون من المواطنين مع أجهزة الأمن، لأنه بدون معلومات المواطن لا يمكن أن تكتمل خطة التأمين في أي موقع. ولذلك أنا أناشد المواطنين بعدم الاستهانة بأي نوع من أنواع المعلومات والتقدم بأي معلومة إلى جهاز الأمن، سعيا إلى إخراج هذه المناسبة الخاصة بما يليق ومكانة مصر الإفريقية والإقليمية بل والدولية. طب سيادة اللواء، ما هي الرسائل التي يحملها نجاح مصر في تأمين هذه البطولة في رأيك؟ مصر دولة محورية في القارة الإفريقية. مصر لازم نبقى عارفين قبل ما نتكلم عليها عن مصر دولة مؤسسة للأمم المتحدة ودولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية اللي هي الاتحاد الأفريقي حاليا، ومصر دولة مؤسسة لاتحاد كرة القدم الأفريقي. فليس بجديد على مصر أن تكون سباقة في إقليمها الأفريقي، وليس بجديد على مصر أن تكون أولى بأي جهد يتم لرفع شأن الأنشطة الرياضية بتلك القارة العظيمة. ومصر تقوم بدورها بدون أن تسعى إلى أي شيء إلا إلى رفعة أهلها وأهل قارتها وأهل أفريقيا بصفة عامة. والله يوفق كافة الجهود المبذولة في هذا الشأن إن شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق.